قبل ما أبدأ بأول تقرير عن بطولة الأمم الأفريقية، عايز أعزي نفسي وأعزي كل أسرة كرة القدم في مصر برحيل الكابتن الكبير شيخ المدربين كابتن زكي عثمان. كابتن زكي عثمان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك في عصره الذهبي. كابتن زكي عثمان حقق العديد من البطولات للكرة المصرية خصوصا مع نادي الزمالك. كابتن زكي عثمان كان ليه ايادي بيضاء على الكرة الخليجية وخصوصا الكرة الاماراتية. كابتن زكي عثمان درب الزمالك في جيله الذهبي الراحل طه بصري، كابتن حسن شحاتة، كابتن فاروق جعفر، كابتن علي خليل، كابتن محمد توفيق، كابتن محمود الخواجة، كابتن احمد عبد الحليم، كابتن عادل المأمور، كابتن محمد صلاح، الاسماء الكبيرة، كابتن محمود سعد، كابتن ممدوح مصباح، اسماء عظيمة كبيرة جدا 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 كانت في يعني اوج توهجها مع الراحل كابتن زكي عثمان اللي كان بيعاني خلال العامين الاخيرين من يعني امراض ومشاكل. ده كابتن زكي الحقيقه كان شخصيته اللطيفه المحببه للجميع، شخصيه محترمه جدا جدا جدا، اعطت كثير جدا للكره المصريه واعطت اكثر لنادي الزمالك. ندعو الله ان يتغمدوا برحمته وان يدخلوا فسيح جناته وان يلهم اهله الصبر والسلوان. وهو جد في نفس الوقت الصديق العزيز شريف منير حسن عضو مجلس اداره نادي الزمالك تحت سنه، هو جده لوالدته، بنعزيه مره ثانيه.